تبون الصدق يا جماعة؟ والله ودي كذا بجلسة سوالف ناخذ ونعطي مع بعض. وعلى فكرة ترى تصير وين تصير يا أحمد؟ في البثوث المباشرة. الأسبوع اللي فات كان أسبوع خرافي للبثوث ونوعنا، وبقول لكم عن تجربة شخصية جربتها أنا وفي الفلورا كان. هذا وش عيال؟ بسم الله، هذا وش؟ بسم الله، تعال خذ هذه 6000 دمج، 6000 دمج. يوم الأربعاء اللي فات اللي كانوا بثوث مباشر شافوا وش لعبنا لأول مرة يا جماعة. جربت لعبة جنشن امباكت في البثوث المباشر أنا وراكان وفيس. واللي ما يعرف جنشن امباكت هي لعبة عالم مفتوح تقدر تلعبها لحالك او تلعبها انت واخوياك. لعبة مجانية فيها شخصيات مرة كثير، واللعبة الحلو فيها انها تهتم باللاعبين، وكل مرة يكون فيها ابديت ورا ابديت وتحديثات جديدة. واول ما يصير ليفلك 16 تقدر تلعب انت واخوياك سواء على السوني او على البي سي او على الجوال. يعني تلعب على البي سي حقك، تبي تطلع مشوار تقدر تكمل على الجوال نفس مكانك. يوم لعبتها في البث المباشر اصدمت ان في ناس كثار قاعدين يعلموني وفاهمين فيها ومعرقين وملفرين بالشخصيات. اللعبة حقت روقان وتغيير جو مرة. اول ما تدخل اللعبة تقدر تلعب دور تايفت، وهو عبارة عن قصة في عالم مفتوح تعيش فيها عاد وتبحر في العالم هذا. تكلمت مرة كثيرة عن اللعبة ولكن ما عرفتها صح الا يوم جربتها مجانية وربطها تحت. جربوها ويمكن تعجبكم. واللي يبغى يشوف البث المباشر حقي وانا العبها تحصلون رابطه تحت، رابط اللعبة عايز المشاهد تحت في الوصف. شكرا لكم من برنامج استكس بي، تنسونا دائما وابدا. الى اللقاء. طيب اوف، هذا ايه؟ هذا كونان. السلام عليكم ورحمه الله. تفضلوا فوق يا جماعه، نشرح لكم طور اليوم. طور اسطوري، تغيير جديد، باذن الله تستمتع عزيزي المشاهد. اخر مقطع يا جماعه الخير لمون قاس كان قبل اسبوعين، واليوم المود ما تاخرنا عليكم الا لانه اسطوري. كونان اللي ينضرب فيه المثل في كل جيم وفي كل لعبه تصير في امون قاس تحريات، لكن اليوم تحريات صدق. اول شيء راح نبدا لكم بالامبوستر على السريع. عندنا امبوستر اللي هو مين؟ فامباير، مصاص دماء. مصاص الدماء هذا يقدر يتحول الى خفاش عملاق كبير. الخفاش يقدر يروح عند اي واحد ويشيله يقطه باي مكان في الماب، حتى لو يطلع برا الماب يعني يوديه باي مكان. ممتاز، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الخفاش عنده هجوم يهجم على اي واحد في الجيم. مثلا نبغاه يهجم على زياد، يروحون الخفاش يهجمون على زياد ويمتصون دمه ويموت. هذه الخاصيه الثانيه. الخاصيه الثالثه، العضه. لا تعبت من بليس على السريع. يتوقف ما يقدر يتحرك، ينزل ثم يموت. هذه الخاصية الثانية. في خصائص ثانية بتشوفونها جوا اللعبة ما راح نحرقها، لكن عندنا الأمتع الآن من هذا كله. أستاذ صهيب ورينا الخصائص اللي عندك باللغة العربية. المحقق بسم الله. عندنا قائمة مهام، فحص المهام. قائمة مهام كونان أول ما يبدأ الجيم راح يكون نفس شخصيته، المواطنين لازم يحمونه. كونان ما يموت، وظيفته إنه يسوي تحريات، يطلع له قائمة بالمهام. مين يسوي مهام؟ مين اللي ما يسوي مهام؟ يمكن إمبوستر. اللي يتأخر يمديه يطرح الإمبوستر بسهولة. أيضا عندنا فحص الحياة، فحص الحياة. شوف من ميت من عايش بسم الله. وعندنا أبو نوح مات وعندنا زياد، فيطلع لك فحص الميت من اللي عايش ومن اللي مات. تضرب اجتماع تجمع الناس على طول تسوي تحديات. وافضل خاصيه طلعها يا صهيب الان. اركض روح امشي عشان اشوف. ايوه طلع. ايوه 1 2 3 اكشن. ايوه يطلع له خطوات باللون الاحمر. الامبوستر وين يمشي ويقدر يسوي تحريات ويمكن يصمد. عموما بعطيكم نصيحه واحده يا جماعه الخير قبل نبدا الجيم، اللي ما يدري انتبهوا من التباويت اللي موجوده بالارض. بكل منطقة في الماب في تابوت. شوفون التابوت هذا اللي عندي، انتبهوا منه. اللهم اني بلغت، اللهم فشل. عزيزي المشاهد ما بنطوع عليكم، اتمنى ما تحرمونا بضغطكم على زر اللايك والاشتراك. قنوات الشباب ان شاء الله ما نحطها تحت سبيل الله. ونبدا المكس. دقيقة. في كمان نسيت شغلة، ومعانا 10 فيس كامل. اكيد الله اكبر. تحترموني كلكم، تحترموني. فحص الحياة، الجميع عايش والأمور مستدبة والأمور طيبة. أنا كونان كل شيء تمام، عندي اكتشاف. أشوف الامبوستر كيف تحرك. شو في خطوة؟ كل 15 ثانية ترى يتحدث. أوكي مشى من هنا، راح يمين. يا ربي بس دقيقة. صهيب بري. كان في واحد اغلبهم باليمين. العيال ابغى بري العيال. دقيقة. الامبوستر راح يمين. مين هذا؟ هذا دركو. صهيب بري. صهيب احمد بري. طيب خلنا نشيل هذه ونشوف الفحص المهام. اوكي ما سوى مهمة. راكان زياد ما سوى مهمة. رامي ما سوى مهمة. ابو نوح ما سوى مهمة. احمد شو ما سوى مهمة. هذول صهيب مواطن مع كف. طيب ما في مشكلة. احصلها يا. خلنا نشوف الاثاره. طيب
ما في أثار إلى الآن. رامي قاعد يتحرك. فتبوت 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 صعب لوين؟ لا تحرك من هنا. مشى أوكي مشى رجع. وين راح؟ مشى من هنا مرة ثانية. أوكي ركان ركان ركان. لا لا لحظة الامبوستر الامبوستر دعس بالعيال. دقيقة دقيقة دقيقة. كونان كونان هنا كونان معاكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد طلعت العدسة قاعد أتمشى بالماب أحاول أدور مين القاتل. شفت الثنتين بالستوريج مذبوحة مع عادمهم لعب في أسبتهم عند وين؟ عند الكفن. كملت على الخطوات حقت الخطوات كانت تتحدث كل 15 ثانية. قعدت أمشي وأمشي وأمشي لين ما قابلت ركان طلع بوجهي. ركان أول ما طلع بوجهي شكيت فيه لوهلة ولكن طلع جنب صهيب. صهيب وركان كانوا جنب بعض. صهيب أبريك لحالة واحدة وسبب واحد فقط، إن يوم فتحت التاسك منيجر وقعدت أشوف المهام اللي عندك لقيتك مسوي مهمتين، فأنت مواصل وما حد يقدر ينجح للشيء هذا أبداً. ركان ما سويت ولا مهمة، فكنت بأقصى يسار، فأبيك الآن تقول لي ليش كنت أقصى يسار وما سويت ولا مهمة؟ طيب أنا بعطيك وبحاول إني أساعدك ككونن، بدأ الجيم طبيعي، رحت السكيورتي، فتحت الكامات، لقيت الوحش أو الفامباير ومصاص الدماء تحت أقصى اليمين. عند ال يسمونه الكوميونيكيشن. المهم انه طلع منك وراح وشفته بعيوني يذبح زياد، وكان وبعدين رجعنا اقصى اليسار وكان صهيب جنبي عند القبر. ليش بتقول يا ركان؟ كان القاتل بلحق بركان الخفاش الكبير وبعدين هرب وانت جيت يا احمد. يعني شفت يلحق ركان؟ يا ايوه كان بريء. اوكي ركان بريء. طيب فحص الحياه. زياد راح، ابو هزاع راح، هذول كلهم راحوا ودعوا الملاعب. الصدق ان ركان برا صهيب. رامي ما ادري عن وضع شلون. رامي يقولنا انشل والله ما ادري. طيب طيب اشوف حد مشى من هنا. كل 15 ثانيه تحدث. اذا جاني خط احمر من هنا الان في الثواني هذه معناته ابو نوح قاتل او ركان قاتل. اذا جاني خلنا نشوف. 1 2 3 4 5. والله ما جت للحين. ابو نوح بريء وركان بريء، هذولي بريئين. نمشي نكمل مشي نكمل مشي. أحمد شو ايوه اصبر مر من هنا ذبح واحد نزل تحت ابو شو احمد شو احمد شو. عندي اتهام. كونان يتحدث بالمايك. كونان على المايك. كونان على المايك. كونان على المايك. أبى أشرح إيش صار الآن بالضبط بالتفصيل المهم. تمام؟ نعم. أول ما بدأ الراوند يا جماعة الخير رحت أقصى اليسار، ثم بعد ما رحت أقصى اليسار تأكدت من الناس الحيين والميتين. طلعوا إن في اثنين اسمهم ماتوا لهم زياد وسعد، الأمور طيبة ما في شيء متغير. بعد ما مشيت قلت مدام ركان ومدام أبو نوح راحوا معي يسار، أحمد الآن فرصتك إنك تطلع النظارة وتشوف هل في أقدام تكون باللحظة هذه أو لا. يوم طلعت النظارة وقعدت أطالع يا جماعة الخير تحت لمدة 5 ثواني 10 ثواني 15 ثانية 20 ثانية ما كانت في أي قدم على الأرض. ركان بريء 100% وأبو نوح بريء 100%. مشيت على تحت وكملت وأبريكم هي نهاية الجيم. حتى لو يصير يصير أبو نوح ركان بريئين. كملت تحت من أقصى يسار نازل على جهة الستوريج لقيت قدامي جثة طايحة هناك. قبل الجثة بثواني كان أحمد شو شاطفني ورايح إلى اللور إنجن. كملت يوم شفت الجثة توها ماتت قدام عيني. نزل لي من فوق دراكولا ونزل لي صهيب، اثنين ماسكين سراويل بعض نازلين لي من فوق. اول ما مشوا عندي شوي الا تطلع تحت على الارض اقدام حمراء قاعده تمشي حبه حبه بالاثار اللي كان فاشي فيها احمد شو. فهذا اتهام على احمد وبرر يا احمد. والله شوف ايوه انت الكلام اللي قلته قبل شوي حافظه؟ احنا اسالك بالله اذا انت بيكون تحري الموسم تكفى يا احمد. لا تدافع كذب زياده بس بخليك تدافع دافع. انا ماني بغي انا بصوت عليك والله لو كلكم تسوون سكيب انا صامل عليك. بس هلا ابو نوح. ابو نوح ليش صوت؟ يا ابو نوح ابو نوح مسوي ميوت الحين. ابو نوح من امس مسوي ميوت. قول احمد شو صح عاش تحليل شنق صح تحليل شنق صح. صوت احمد صوت احمد تكتب ما بقدر لما ثواني 6 5 تكفون احمد شو احمد شو يا عيال تكفون. ابو شو صوت على نفسك ابو شو صوت على نفسك والله لا ترك القبعة يا كونان لو صح عليك يا ساتر.
احمد التحليل صح، احمد التحليل صح بنسبه كم؟ 10,000%. والله يا احمد قسما بالله انك منت بطبيعه يا ويلي. هيا حلو حلو حلو، بدايه الخير. كرومات يا رب يا رب يا كريم. كنن انا كنن. يا سلام والله لا حقك وفرجيكم والله اضفكم اليوم. هلا والله انا كان راح من عندي. ايش صهيب صهيب كنن حقنا، سوف احميك من كل قلبي يا كنن. صهيب انك لا صهيب ذكي. انا في خاصيه ما راح تعوش التابوت، التابوت يمديني اجبن فيه واخرس العيال اطلع لهم فجاه كذا بوجههم واعطيهم صيحه. ابوريكم الان بس لازم يكونون قريبين. حبه 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 حبه. خلونا نوريكم شلون. اول شيء راح اطفي الكهرب وبالعب في عصبتهم على روقان على روقان. نتحول تمام، ندخل التابوت ونسبن داخله ونسبن. انا اوريكم شلون. بس اهم نقطه ركز معي كثير منيح كنن، مستحيل انه يموت القاتل، ما بيقدر يذبحني ابدا. ليه ما اصير وسخ واجذب للمبوستر خارج الصندوق؟ يا اخي ودي اعرف التابوت وش يسوي، والله ودي اعرف اقسم بالله. مين بديني مين؟ اصبر اصبر زياد. والله ودي اعرف اقسم بالله. راكان الله يخليك. السلام عليكم، كيف حالك؟ صار. انت طيب؟ انتوا طيبين؟ ابو نوح زياد الان الباب. سيبني زياد ونحب الضحك. اقدر اتحرك؟ وش ما عاد بعرف وش دخل التابوت خلاص. ها في حد مات؟ يا ركان يا حبيبي يا ركان يا حبيبي، روح من عندي اعمل مهامي. يقطع بلي تضيعني رب العباد. تعال 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 تعال، وين رايح؟ ايوه يا عيال طلع البوستر دراكولا فوجي فجأة اقسم بالله. دراكولا دراكولا رد ابو تركي. مين 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 الفامباير مو دراكولا خوينا؟ اوكي 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 اوكي. لا لا طلع فجأة قدامي. طيب بالله طيب عطنا تحرياتك. ما عندي تحريات. وين مات زياد؟ وين مات زياد؟ طيب انا عملت التصويت كنت طالع. مين اول شيء؟ المحقق. المحقق صهيب صهيب. طيب صهيب وانا طالع من جهة الادمن وانا رايح الكافتيريا لقيت عند التابوت اللي بالكافتيريا بالضبط هناك في جثة زياد ودراكولا كان نازل من الكافتيريا. تحقيقاتك. طيب يا جماعة أعطيكم معلومة أعطيكم معلومة. الفامباير ترى يقدر يتحرك بين التوابيت. أيوه هذه ما أدري عنها صدق والله ذي. أيوه يا عيال والله أنا حمار مرة يا عيال. ليه يا بنو؟ أقول لكم شيء، أنا من اليوم قاعد أتكلم وحاط المايك ميوت. مشكلة لازم تسمعوني. الفامباير حمار خذوها مني، الفامباير حمار طلع قدامي ولا سوالي شيء. أنا أجل راكان يا عيال ليه نطولها؟ يلا اسمعوني ركان نفسي اطعنه بس ايش المشكله انه بريء. ليه قاعد يدور وراي بيمشي وراي قاعد احميك كنن والله بحميك بقلبي. يا عمري طيب دقيقه. بدر ايش صار زياد عيال وين مات يا عيال؟ انا كنت في الميتنج اللي في النص عرفتها. كويس وانت طلع لي الروعه هذه حقت الفامباير تركت الماوس وقاعد يفر جنبي يطوف عرفت. ما ادري ظهرنا ما اعرف الزر اللي يقتل يا عيال. واحد سوح شوفوا دام سوح ابو شو ابو شو لحظه يعني حتى حظه من ابو شو احسك عايز تسوي نفسك مجنون يا عيال. لا تعال الان من براشه انا شغلت الكهرباء بس تذكر صداع. رامي بسوي اجتماع مسوي مجنون بدي اقول لك رامي حلو مره. اوكي يا ساتر هون ميت هون عند التابوت. كرشت يا
يا عيال جهازي طفى يا عيال يا بطلت الموستر. يا عيال حظي من امس حظي من امس بيذبحني اقسم بالله من امس من يوم اصور مقطع في طريقي الى الان. يا الله ميوت عيال ميوت. اللهم لك الحمد يا رب العباد على التعويض يا ربي لك الحمد. اما كروميت يعني متى اصير ها انا كنن احمد شو الكنن. طيب وزع واقف عند البنت هذا اقدر امسكها عليه ممسك حلو. خلنا نمشي مع ابو شو استكشاف اقدر استكشف الناس اوكي فحص المهمه سعد سوى مهمه حلو. امشي مع احمد عشان يضمني ابغى اذبح واحد وامشي مع احمد يا عيال ابغاه يضمني اذبح واحد اذبح راكولا وبمشي مع احمد. لا ما مدانا نقول بسم الله ما مدانا نسمي بالله. في جثة الأسود مين الأسود وين أحمد يا عيال. أوكي أنا محقق هون. صهيب جالس عندها. يا بدر مسوي اجتماع مع حد مات بداية الجيم تكفى. بدر ابو تركي مات. تراكولا مات. سونا بسم الله فتح يا علي. طيب اسمعوني الو السلام عليكم. ايوه يا حبيبي ركزوا معي قائد التحريات. لا ما في قائد التحريات في عندنا كونان. اسلم يا ابو شو اسلم عليك من هذا الامبوستر. لا انا ما عندي معلومات انا ما ادري كونان على ايش كونان. طيب توني شكلك قاعد يستخرج. ارجع الكوره ملعب ابو نور. معليش يا عيال انا طفت على الملعب كويس طفت على الملعب كامل. هلو. وانا طايف لقيت جنب الميتنج روم عرفتوا هذيك اللي بالنص جنبها على طول فيه لقيت جثة دراكولا. مين جنب دراكولا وتارك وسحب عليه مين كذا صهيب جنب الجثة شكلك صهيب وصلت مرحلة من العرق. صهيب شكلك وصلت مرحلة من العرق يا صهيب انك تذبح وتسوي نفسك مجنون. هذا الشيء ما بتمشي علينا فرد. انا بس يوم جينا ذا حق الصوت اللي نعدله صهيب كان تاكي من زمان ما صلحه. صلحته هيك هذا يثبت وجود يا عيال لا تسرع عندنا ابو شو الان اذا صهيب ما سوى مهمه بنضرب الطاوله ونطلعهمه على طول. ايش رايك يلا خلاص يعني ما نبغى نصدم من البدايه. الله يرضى عليك نبغى لعب نظيف. لازم اتذكر يا جماعه ان كنا يمدي يشوف ممشاي وانا امشي رجولي امشي مع احمد. ابغى احمد يضمن الكل ماشي مع صهيب. صهيب يلا صهيب سوي ما سواها الأول. يا رب انهم ما شافوني بالظلام اكشف وشوف. والله مش أنا في دمام في شيء شوف فحص الحياة دراكولا هو اللي ميت بس صهيب اصبر لا لازم تغتنم الفرص يا جماعة. المشكلة أنه ماني قاعد أسوي مهام والله يا كونان بيطرح أمي كونان يا أخي لازم على السريع أنظفهم. وينهم عيال الذين بلطين بنوح سريع أبغى واحد يقرب مني. أحمد شو زياد رامي كلهم بالنص يا عيال أبغى واحد أضمنه كذا أنفرد فيه. أنا ماني قاعد أسوي مهام أقسم بالله إني أنا مطروح. هي أنا مطروح مليار بالمية والله مطروح يا أخي كونان أو بي مرة ما حد يبغى يمر من هذه المنطقة على حظي زك. طيب تبون تمرون ما هي مشكلة أرجع طبيعي في كهرب. أحمد وين الفقع شت يا بوحي ما تربوك صايب مات قدام عيوني قيمك هنا بودغارد يا ابو شو.
يا عيال قدام عيني يا عيال مات مين مات؟ مين اللي مات؟ مين مات؟ دراكولا. لا دراكولا ميت من اول. دراكولا مات ميت. شفت لا, لا 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 ابو نوح مو ميت واقف. انا سويت الاجتماع يا اخوان لاني شفت دراكولا طايح حسب انه تو ميت بس. طيب طيب يا جماعه ترى انا احب اقول لكم انه صهيب ما هو صهيب ما هو الا ذا حلو. صهيب 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 مات. صهيب انت ميت يا عيال. يا عيال دقيقه معليش انا ميت 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 ميت. انت ميت يب. صهيب يا عيال بعيون الثنتين شفته قدام عيني يموت في الكافيتيريا جنب اللي سوى الريبورت. طيب تعال تعال يا عيال بس عندي سؤال. انا شفت العيال كلهم الا واحد منو؟ بس واحد فوق راسه جناح هو اللي ما شفته. وين ذا؟ يروح الجني. لا ايه الجني وين؟ يا عيال صلوا على محمد. صلوا على محمد. لا لا احمد جبته بالكاميرا يا عيال. صلوا على محمد. صلوا على محمد. انا الوحيد محمد. انا الوحيد اللي تاكي بزاويه اشوف منها ثلاث بنتات مريت منها مرتين وقبل شوي شطفتك انت وزياد قاعدين تمشون جنب بعض وقدام المدبي. فيا ابو حميد تكفى لا تصدم وانا قبل شوي ادافع عنك. تكفى. لا لا اسمع انا بني احمد بعد. اسمع احمد طبيعي تدافع عني. انا كونن ايوه انا كون اي صح انت كونن. اي والله انا معك كونن صح كلامك حق. بس ما صدمت قبل شوي على صهيب. لو اخبي انتم اخبي يا اخبي متحول قدامي دابح صهيب وقاعد يلحقني. اقسم بالله يطلع ام الغباء يا شيخ اللي فيكم. انت شيء كذيب بصوت عليك يا ولد. هوني بوستر كان بقول طلعوا صهيب يا عيال. فا اللي مات الآن صهيب. صهيب آخر مكان حديثكم وين؟ في الكافيتيريا يا عيال. في الكافيتيريا. كان بقول لك شباب. كان في الكافيتيريا صحيح. لا 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 ما كان في الأبر. لا 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 كان في الكافيتيريا. أنا متأكد شايفه. يا عيال يا عيال بدر طرحي طلعته من المكالمة. بدر. لازم تذبح بدر الآن. تعال. يا ولد هذا أخذني هذا بيعذبني. الله يقطع أم الضيقة. لازم أسويها والله لازم أسويها والله. يا أغبي يا صهيب أنا حبسته بالتابوت. بدر قاعد يصايح اسمع صوته. أتكلم ولا ما أتكلم؟ تفهم ما تفهم؟ أنا مطروح. أنا لاقم الله لا يعوق بشر. أنا لاقم مستحيل إني أجيب الجيم. يا أخي وين الدمان؟ وين الناس؟ وين العام؟ في واحد ميت هنا. هذا دراكولا من اول. بدر طرحني يقص. طيب القموا هذه اثنينكم. لا تبعد عني يرحم لي والديك. الله يوفقك. لا لا تعال وين رايح؟ وين رايح؟ لا يا اخي يا الله. شو زياد انت برمات يا ابن الذين ما خلاش حدا. الله يرضى عليك ابرجع كفون ابرجع ابي اصوت. طيب احمد والله ما خليك تمشي. ابغى اسوي اجتماع لازم اخطب اللي بسوي اجتماع. اتوقع اني فزت. يا رب. في واحد مات. في واحد مات. انت اللي مت. واحد مات. اقول له فيه واحد. دقيقه احسن حياه. الله كلهم ماتوا. ايوه احمد شوف كلهم ماتوا كلهم من باقي. هلا ابو شوف. هلا ابو شوف. ابو شوف. ما فيك الا الاول. صهيب مقلتش ما بقى لنا ولد. يا انك الان تستسلم يا اني والله صوت عليك. عيال انا
بعترف باعتراف، فك ميوت فك ميوت يا عيال، انا سحبت بدر وطلعته برا المكيو على ما لانه طرحني. والله اسف يا بدر، الحين تقدر تتكلم بدر، فك ميوت تكلم. حاط ميوت انا يعني فوق اني مطلعك حاط ميوت. ايه انا مطلعك برا المكالمه وحاط ميوت تتكلم واشوف ما حد يرد ما حد يتكلم. ابو شو ركز معي، صايبي ما قلتش حلو، صايبي ما قلتش يعني في انا إيه؟ وانت صوت على مين؟ إيه؟ عليك. وانا صوت عليك يعني بنقعد نتفايت طول الجيم. خلنا صايب فك ميوت، يمديك تصوت صايب. انا ايه طيب بس صايب صوت على مين صايب؟ انت وانت ميت صايب، انت ما قلتش ماي صايب ما قلتش ما تصوت يا مار يا عيال ما قلتش والله حرام اقسم بالله انا معظم الله يقطع ام القهر. الى هنا يا جماعه الخير وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى استمتعتوا فيه والله العظيم ضحكت كثير المقطع هذا، واتمنى انكم استمتعتوا انتم بعد. لا تحرمنا من اللايك والكومنت تحت، اعطونا افكار، شكرا لدعمكم اللي ما عمركم قصرتوا. السلام عليكم، ولا تنسون جنشن امباكت في بث، تعالوا.